عيشك وشعبك محفوظه يا مصر القوات المسلحه المصريه كما عودتنا دائما انها وبحق هي خير سند لشعب مصر وشعوب الدول الافريقيه في ازماتها المختلفه التي قد تتعرض لها هذا هو ما يحدث بالفعل هذه الايام حيث قامت عناصر القوات المسلحه المختلفه باستعدادات غير مسبوقه واجراءات صائبه في تناغم وتنسيق كامل مع باقي اجهزه واداره الدوله المختلفه في التصدي للازمات والعدائيات المحدقه بالبلاد ذلك انطلاقا من قواعد راسخه تكسبها دائما شرعيه ما يمكن ان تقوم بتنفيذه حفاظا على الامن القومي المصري والافريقي. مشاهدينا الكرام اهلا بكم وهذه هي رساله الجيش المصري في هذا الاسبوع. شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده التعبوي صمود واحد. والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع. والقرار المتخذ في الموقف اثناء المشروع وناقش الفريق اول محمد زكي عددا من القاده والضباط المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذ المهام وكيفيه اتخاذ القرار لمواجهه المتغيرات المفاجئه اثناء اعمال مكافحه الارهاب ومدى اتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفه ونقل القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناه لتنفيذ كافه المهام التي توكل اليهم مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافه العناصر المنفذه للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافيه في تنفيذ المشروع وكان الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه قد شهد احدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذه لكافه الوحدات اثناء مراحل اداره العمليات كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسه المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهوريه تشاد والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القاره الافريقيه في ظل الظروف والتحديات الحاليه، كذلك التفاهم حول زياده اوجه التعاون العسكري والامني بين البلدين في العديد من المجالات، واكد القائد العام للقوات المسلحه على اعتزازه بعلاقات الشراكه الاستراتيجيه التي تربط القوات المسلحه المصريه والتشاديه في مختلف المجالات خاصه الدفاعيه والامنيه منها كما اكد على اهميه تنسيق الجهود العسكريه بين القوات المسلحه لكلا البلدين واشاد وزير الدفاع الوطني بجمهوريه تشاد بجهود مصر الداعمه لكافه قضايا القاره الافريقيه لارساء دعائم الامن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القاره معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من قاده القوات المسلحه المصريه والتشاديه. شهد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه اجراءات رفع الكفاءه القتاليه لاحدى وحدات قوات الصاعقه وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى، بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها، كما ألقى اللواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة كلمة أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة. ومتابعتها الدائمه والمستمره لكافه الاعمال والانشطه التي تنفذها قوات الصاعقه مؤكدا ان رجال قوات الصاعقه دائما في اعلى درجات اليقظه والجاهزيه مستعدين للتضحيه بالغالي والنفيس لحمايه الوطن وصون مقدساته اعقبها تنفيذ عدد من البيانات العمليه التي اظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقه من قدرات قتاليه ومهارات ميدانيه ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام كما شاهد الفريق اسامه عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنيه عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحه لقوات الصاعقه عقب ذلك المرور على القوات المنفذه للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءه الفنيه والقتاليه للأسلحه والمعدات مشيدا بما لمسه من استعداد قتالي عال وروح معنوية مرتفعة للقوات كما طلبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة حضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبذل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية. بدات المرحله الرئيسيه للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكره التعبويه للمشروع والقرار المتخذ في الموقف اثناء المشروع وناقش الفريق اول محمد زكي عددا من القاده والضباط المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفيه اتخاذهم القرار لمواجهه المتغيرات المفاجئه اثناء اداره العمليات ومدى اتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفه كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات. مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافه العناصر المنفذه للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق ادى الى الاحترافيه في تنفيذ المشروع كما طالب مقاتلي المنطقه الجنوبيه العسكريه باليقظه والاستعداد الدائم والحفاظ على اعلى معدلات الكفاءه والاستعداد القتالي لتنفيذ كافه المهام التي توكل اليهم بكفاءه واقتدار وكان الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه قد شهد احدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذه لكل الوحدات اثناء مراحل اداره العمليات، كما ناقش رئيس اركان حرب القوات المسلحه عددا من القاده والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكيه المفاجئه للتاكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم اثناء سير المعركه. تفقد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه معسكر اعداد وتاهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني الذين يتم دفعهم لاداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لاحدث البرامج العلميه ووسائل التدريب المتطوره والتي تسهم في تحقيق اقصى درجات الواقعيه بما يتناسب مع طبيعه المهام التي يكلفون بها والقى اللواء اركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمه أكد فيها أن رجال الجيش الثاني الميداني عاقدين العزم للقضاء على كافة البؤر الإرهابية بسيناء، وتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بمستوى راق ومتميز، مشيرا إلى أن الجيش الثاني الميداني سيظل نموذجا يحتذى به في الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن. وقام الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد وادار حوارا مع المقاتلين حيث اشاد خلاله بمدى تفهمهم لطبيعه المسؤوليه الملقاه على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحاله الامنيه لهذه الرقعه الغاليه من ارض مصر وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، مشيدًا بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية، والتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برجال الجيش الثاني الميداني حيث نقل تحيات وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدموه من بطولات وتضحيات واوصى رجال الجيش الثاني الميداني بمواصله التدريب والمحافظه على الاسلحه والمعدات والتحلي بالانضباط العسكري والاخذ باسباب التفوق محافظين على اعلى درجات الاستعداد القتالي والكفاءه القتاليه ليظل الجيش الثاني الميداني درعا من دروع قواتنا المسلحه يحمي الوطن ويصون مقدساته حضر الجوله التفقديه واللقاء عدد من كبار قاده القوات المسلحه وفي النهايه نقول ان رجال القوات المسلحه جزء اصيل من شعب مصر العظيم فهم الابناء المخلصون لهذا الوطن ولقضاياه المصريه مستعدون دائما للتضحيه من اجله فعاشت مصر دائما حره مستقره وتحيا مصر حفظ الله مصر ارضا وشعبا وجيشا